بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة 30 عملا في بيتك في رمضان. عنوان درس اليوم العمل. الإسلام دين يدعو لعمارة الدنيا ويدعو لعمارة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الإسلام دين يربي أصحابه وأتباعه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإسلام يربي أتباعه على أن للناس همّا وللمؤمن همّان، هم دنياه وهم آخرته. الإسلام دين عمل، دين حركة، دين نشاط، دين إقبال، دين همة، دين سعي. هذا هو الإسلام. مصطلح آمنوا وعملوا الصالحات يرد في القرآن الكريم أكثر من 50 مرة، في دلالة واضحة أنك ما إن تؤمن حتى تعمل، ما إن تؤمن حتى تتحرك. إني لأرى الرجل يعجبني حتى إذا علمت أنه لا عمل له سقط من عيني، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول. إني لأرى الرجل أبغضه، لا هو في عمل الدنيا ولا هو في عمل الآخرة، سيدنا عبد الله بن مسعود. الإسلام دين العمل. 30 عملا في بيتك في رمضان، حديث اليوم عن العمل. صحيح نحن تحدثنا عن صلاة التهجد وعن تلاوة القرآن الكريم وعن ذكر الله تعالى وعن حضور مجالس العلم، وكل هذه عبادات. حديث اليوم عن العمل، وهو عبادة من العبادات نتقرب بها إلى الله تعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإسلام يدعونا جميعا إلى العمل. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشي في هذه الأرض، اسعى في هذه الأرض. أنت عملك أيها المسلم عبادة، إذا انضبط بأمور ستسمعها بعد قليل. العمل سنة الأنبياء، فأنبياء الله تعالى مع مكانتهم العالية ومع مسؤولياتهم الجسام ومع حملهم لمهام الدعوة إلى الله، هم أنفسهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين قاموا وعملوا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان آدم حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط كانا يعملان في الزراعة، وصالح تاجرا، وداود حدادا، وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم رعاة للأغنام، وعمل صلى الله عليه وسلم في التجارة. إذن الأنبياء فهموا عن الله تعالى أوامره فعملوا في الدنيا وعملوا للآخرة. وقد فقه صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فراحوا يمشون في هذه الأرض يعمرونها بالخيرات، يعمرونها بالطاعات، ويعمرونها بالمبرات، ويعمرونها بالعمل. كان الصديق رضي الله تعالى عنه يعمل بزازا، تاجر سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق، وكان يعمل بالقماش. وكان عثمان يعمل بالتجارة، وعبد الرحمن بن عوف كمان بزازا، وعثمان بن طلحة كان خياطا، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يعمل بالمياومة. كان لقمان الحكيم يقول لابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. دين دعوة إلى العمل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.
كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو فيه كل يوم وكل صباح: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. يا رب ما أكون كسلان، يا رب أعوذ بك أن لا أتحرك ولا أعمل، يا رب أعوذ بك من الخور والقعود. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. خلاصة هذه النصوص أيها الإخوة من القرآن، من السنة، من سير الأنبياء، من سير الصحابة، من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كلها لتقول لك اعمل، لتقول لك تحرك، لتقول لك افعل شيئا. هذا الكلام لكم يا شباب، ولكن أيتها البنات، ولكم أيها الرجال. بالإسلام يا أخوان ما في عنا شيء اسمه سن تقاعد. إلى متى سيبقى الإنسان ويعمل؟ ما دام هذا النفس يدخل ويخرج لابد أن يعمل، إما في عمل لأمر دينه، وإما في عمل لأمر دنياه. بالإسلام ما في عندنا عطلة صيفية، بمعنى أنني أنا يعني هذه 4 أشهر ما بشتغل شيء، وإنما أضيع الأوقات. نحن سنأتي إلى درس نتكلم به عن المزاح واللعب. في بالإسلام مزاح ولعب، بس له شروط وله ضوابط، إن شاء الله سيأتيكم حديث عنه. لكن ما أريده أن أقول الآن، الأصل في أن الإنسان المسلم رباه الإسلام على العمل، على الإنتاج، على الفاعلية، على كل مسلم صدقة. كلكم بدكم تدفعوا صدقات. منين بدي أدفع صدقات؟ لابد أن يكون عندي مال جنيته ليتصدق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، يشتغل بلا أجرة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يصمت عن الشر فإنها صدقة. الإسلام دين يعلم أتباعه على البذل، على العطاء، على الاجتهاد، على العمل. إذا بدك تتقرب إلى الله تعالى انزل إلى عملك. لكن في ملاحظة: العمل يكون عبادة بشروط 5. هلأ هذا الكلام جدا مهم لكل أخ يعمل في سوق تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي في أي مكان. أنت في عملك بإمكانك ساعات العمل 8، 10، 12 الأقل أو الأكثر، أن تجعلها كلها عبادة، كلها ثواب، أن تجعلها كلها ثواب، تأخذ عليها ثواب، لكن بشروط 5 اضبطها. هذا الكلام مهم لكل أخ يعمل ولكل أخت، كمان حتى الأخت التي تعمل في بيتها كمان هي تعمل، مهم، مهم لشبابنا، مهم لبناتنا. إحنا بالنسبة لنا يا أخواننا عملنا عبادة، لكن بشروط. إذا بيروح أي واحد من هذه الشروط صار العمل ليس عبادة، الله يستر ما يكون صار معصية. 1، أن تصحب العمل النية الصالحة. إنما الأعمال بالنيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم، إنما يبعث الناس على نياتهم. فما في قلبك مهم جدا. أنت ليش نازل على العمل؟ مشان تضيع وقت؟ أنت ليش نازل على العمل؟ مشان تتسلى؟ أنت ليش نازل على العمل؟ مشان تجيب فلوس تتباهى علينا؟ ستأخذ من عملك نيته. أنت نازل على العمل لتعف نفسك عن الحرام، يا سلام. أنت نازل عن العمل لتعف زوجك وأولادك عن الحرام، يا سلام. أنت نازل عن العمل لتقضي حاجات الناس. يا أخوان، رأيتم، عفوا، يعني الإخوة العاملين في سيارات الأجرة العامة، لو كلهم ما عملوا شو بيصير فيني وشو بيصير فيك؟ شو بيصير فينا كلاتنا؟ كلنا تتعطل مصالح من مصالحنا. لو الحدادين ما عملوا، النجارين ما عملوا، المصورين ما عملوا، صيانة الكمبيوتر ما عملوا، الاي تي ما عملوا، شو بيصير فينا؟ كلنا نتضرر. أنت انوي وأنت نازل إلى عملك، ولو أخذت مني أجرة. الطبيب إذا ما نزل على عمله، الأطباء ما نزلوا، كلاتنا منتضرر، والمهندسين والمحامين والحلائين وهكذا. أنت ما في حرج أن تأخذ أجرة منا، خذ، لكن انوي وأنت ذاهب إلى عملك أنك تنوي قضاء حاجات الخلق تقربا إلى الله تعالى. تنوي أن تعف نفسك بالمال الحلال، تنوي أن تعف أولادك بالمال الحلال. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، هالشب وهالقوة وهالجلد، يا ريت ساواهم في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. اللي عم ينزل يا جماعة، يا آباء، يا رجال، يا عمال، يا موظفين، يا تجار، أنتوا عم تنزلوا تسعوا لأولادكم،
أنتم الحمد لله الحمد لله في سبيل الله، هذا أول شرط، استحضر بس هذه النية أنت. إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن الحرام فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. موضوع النية كثير مهم في أن يكون عملك عبادة أو أن لا يكون. من خفض أسعاره من أجل أن يرحم الناس ويعينهم فهو مأجور مبرور، بس من خفض أسعارهم شان يكسر أسعار السوق ويؤذي جاره صار مذموم. نفس العمل لكن نية هذا اختلفت عن نية هذا. من أنشأ معملا إضافيا أمام معمله القديم من أجل أن يعني يزداد الإنتاج ويزداد العمل ويربح أكثر ويقضي حاجات الناس أكثر مأجور مبرور، ومن أنشأ معملا جديدا من أجل أن يكسر ويباهي أصحاب المعامل الأخرى صار مأزورا. نفس العمل، من أخذ أموال الناس اقترض من الناس يريد أداءها صار مأجورا أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. العمل نفسه لكن النية هنا غير النية هون، وبالتالي كان هذا ثواب وهذا عقاب. متى يكون العمل عبادة؟ بخمسة شروط. أولها أن تصاحبه النية الصالحة، هذا واحد. اثنين، أن يكون العمل مشروعا لا محرما. طبعا واحد بده عمل عبادة شو لازم يكون؟ أكيد لازم يكون العمل مشروع، العمل جائز، العمل مباح وليس محرما. أهل الفقه رضي الله تعالى عنهم الفقهاء قالوا الأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي الدليل المحرم. القاعدة الأصل في المعاملات، معاملات الناس البيع والشراء والإجارة والوكالة والكفالة والصرف، الأصل في المعاملات الإباحة، كل المعاملات مباحة، هذا هو الأصل فيها، حتى يأتي الدليل المحرم. إلا إذا في بعض معاملات جاء الدليل من الشريعة من القرآن من السنة يقول بأنه حرام فيكون حراما. شو معنات هذا الكلام؟ معناته أنه مساحة الحلال واسع جدا 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 في السوق التجاري، ومساحة الحرام ضيق جدا جدا جدا. الأصل في الأشياء الإباحة معناته في عندي ملايين الأعمال، ملايين الصفقات، ملايين الزراعات، ملايين الصناعات، ملايين تجارة كلها حلال، بس في كم صناعة، في كم تجارة، في كم زراعة، محدودين. الأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي الدليل المحرم. معنى هذا الكلام بأنك أنت إذا أردت أن تعمل في السوق التجاري اذهب إلى المساحة الواسعة المريحة، ولا تحشر أنفك ونفسك في مكان ضيق وتقول بجوز ما بجوز، في إله حل فقهي ما إله حل فقهي. يا أخي مليون معاملة جائزة وصحيحة، لماذا حشرت نفسك في هدوم معاملتين ثلاثة؟ يعني دار 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 وعاد يريد أن يبيع خمرا، الله أكبر، في مليون عصير، في مليون منتج محلل ممكن أن تبيع وتشتري وتتاجر فيه، ما لقيت إلا تجينا عند هذا الخمر. طبعا من عمل في الخمر، من عمل في المسكرات لا يكون عبادة عمله، ولن يكون يعمل في طباعة، ذهب لطباعة صور ماجنة، في ملايين المنتجات الطباعية الحلال، ممكن تطبع على أكياس النايلون، وممكن تطبع على أكياس الورق، وممكن تطبع العلب الذي فيها المنتجات، وممكن تطبع كتب، وممكن تطبع مصاحف، وممكن تطبع إعلانات خيرة، وممكن تطبع، ممكن يعني راح بده يطبع صورا ماجنة، وجاء لي يقول بجوز أنا أطبع، أنا ما بطلع عليهم بس هيك بطبعهم وباخذهم. طبعا ما بجوز. العمل لابد إذا أردت أن يكون عبادة لابد أن يكون العمل مشروعا لا محرما. فالعمل في الربا مثلا ليس عبادة، لأن المرء لا يتقرب إلى الله تعالى بمخالفة أوامره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مو معقول واحد يشتغل بالربا أعاد بس صار يدين الناس، أنت خذ مليون بترجع ليهم مليون وتسعة، وأنت خذ مليون بترجع ليهم مليون وعشرة، وأنت تأخرت علي بترجع ليهم مليون وخمستاش. هذا العمل بيقول لك بعدين العمل عبادة، مستحيل أن يكون العمل عبادة وهو محرم في الأصل. العمل في أماكن المجون والفحش لا يكون عبادة ولن يكون، بيع المسكرات والخمور،
تأجير شقة سكنية لممارسة الرذيلة، توزيع الأشرطة والأقراص المضغوطة التي فيها صور الخلاع والمجون، الترافع في المحاكم عن ظالم غاشم لتبرئته. كل هذه الأعمال أيها الإخوة وأمثالها ليست مشروعة، وهي حرام، ومحال أن تكون عبادة، ومحال أن يرضى الله تعالى عليك لو كنت في مثل هذه الأماكن. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. العمل عبادة بشروط خمسة: واحد، أن تصاحبه نية صالحة، واثنين، أن لا يكون حراما، يكون مشروع لا يكون محرم، ثلاثة، أن تلتزم في عملك حدود الله. هلأ مرات العمل بيكون جائز، بيع الخضار جائز، بيع الفواكه جائز، بيع الملبوسات جائز، الطب جائز، الهندسة جائزة، الميكانيك جائز، المحاماة جائزة، الكيمياء جائزة، الفيزياء جائزة، بس أثناء كل عمل من أعمالنا في حدود لله تعالى، هنا حرام لا تقربه، وهنا حلال اقربه. طيب، يعني طبيب إذا جاءت امرأة أمامه وتحتاج إلى كشف عورة من أجل حالة طبية، في حد من الحلال بأنه ينظر ما يحتاجه لأمر الطب، فإذا زاد عن هذا الأمر دخل بالحرام. يكشف من ما يحتاج لكشفه من عند المريضة ما يحتاج لمرضها، الزيادة سيحاسب عليها. طبيب جراحة التجميل إذا عالج المرض العضوي أو النفسي فهو جائز، وإذا حول الأمر إلى كتالوج واختيار ما يطلبه الجمهور وقع في الحرام. البائع الذي يبيع بالبقالية إذا غير مواصفات انتهاء صلاحية البضاعة هو عمله حلال، لكن إذا غير على علب المرتديلا أو على علب الطون أو على علب الغذائيات غير تاريخ الصلاحية وقع في الحرام. فالمتوقع منك وأنت في عملك أن تلتزم حدود الله تعالى، فلا تظلم أحدا، ولا تخون، ولا تغش، ولا تحتكر، ولا ترتشي، ولا تغبن، ولا تماطل، ولا تحلف يمينا كاذبة، ولا تحرر فاتورة وهمية، ولا تفعل أمثال هذه الأعمال التي فيها مخالفة الله عز وجل. وإلا مو معقول واحد قاعد عم بيحرر فواتير وهمية وبيقول لك العمل عبادة، أنو عبادة هي؟ مو معقول واحد عم بيغش الناس، عم يغبن الناس، عم يضحك على الناس، بعدين بيقول لك يا أخي العمل عبادة. وين العبادة؟ أذهبتها بهذه الفعلة. لكي يكون العمل عبادة يحتاج إلى خمسة شروط: أولها أن تصاحبه نية صالحة، اثنين، أن يكون مشروعا غير محرما، ثلاثة، أن تلتزم في عملك بحدود الله تعالى. الشرط الرابع: أن لا يصدك عملك عن فرائضك. أيوة، في فرائض. هلأ إذا واحد بيعمل بس ما بيصلي، تقول له يا أخي ليش ما بتصلي؟ بيقول لك الله وكيلك شغل. والله يا أستاذ من الساعة 6 الصبح لل10 المساء ما رفعت راسي عن الماكينة، عم نشتغل. لك يا أخي قوم صلي، صار صلاة الظهر، صار صلاة العصر، صار صلاة المغرب. قال والله العمل عبادة. شو رأيكم يا أخوان؟ العمل معصية. عمل هذا الإنسان الذي صده عن فرائض الله تعالى صار معصية. العمل عبادة إذا لم يصدك عن فرائض الله. سمعت مرة عن أخ مسلم يحب الله يحب رسوله، قال بس هو ما بيصلي، بس يرجع على بيته بيجمعهم كلهم ظهر وعصر ومغرب وعشاء. منيح؟ أكيد مو منيح، أكيد مو منيح، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلى وقت محدد، من أذن لك أنك تجمعهم كلهم مع بعضهم بعض؟ قال إيه والله مشغول وضوئي صعب، خلص هيك بتوضى لوحدي وصلى الله على المرسلين. طيب، رجل صار له 3 أشهر ما شاف لا أمه ولا أبوه ولا زار بيت أمه وأبيه، يا أخي ما تروح تشوف والدك والدتك بدون شيء؟ قال العمل عبادة، والله عنا موسم ومضغوطين ما عم برفع راسي. عملك صار معصية لأنه صدك عن فرائض الله. من فرائض الله صلاتك، من فرائض الله برك بأمك وأبيك، أنت الذي حولت هذا العمل إلى معصية بسبب بأنك صدك عن فرائض الله تعالى. شاب طويل عريض قال ما بدي صوم برمضان، ليش ما بدك صوم برمضان؟ قال والله أنا بتعب وشغلي متعب، لذلك خلاص أنا بدي أفطر. والعمل عبادة؟ أبدا، العمل معصية. الإسلام أجاز لذوي الأعذار أن يفطروا. من هم ذوي الأعذار؟ واحد منهم أصحاب المهن الشاقة، يعني واحد فران واقف على بيت النار، واحد بالمناجم، واحد هكذا، يعني أعمال صعبة جدا.
هذا يخرج من بيته صائما في الصباح كل، حتى إذا انتصف النهار ووجد في نفسه مشقة شديدة كاد أن يهلك منها أفطر. أما ما بصير واحد يقول والله أخي أنا تعرف اشتغل على سيارة تاكسي وبدور دور طول النهار مثلا لذلك أنا ما بصوم. العمل عبادة، صار العمل معصية لأنه هو الذي جر المعصية إلى نفسه، صده عمله عن فرائض الله تعالى. قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بتاجر المسلم يتاجر المسلم يريد أن يعمل، ومطلع الدرس كله كان نريدكم كلنا نعمل، كلنا نعمل وعملا جادا وعملا حثيثا، بس لا يصدني عملي عن فرائض الله. إذا صدني عن فرائض الله تعالى فتحول هذا العمل بدل أن يكون طاعة صار معصية. حتى يصير العمل عبادة خمسة أمور: واحد أن تصحبه نية صالحة، اثنين أن يكون مشروعا غير محرم، ثلاثة أن تراعي أو تلتزم في عملك حدود الله، ورقم أربعة أن لا يصدك عملك عن فرائض الله، وخامسا وأخيرا أن تؤدي العمل بإتقان وإحسان ما استطعت لذلك سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب للعامل إذا عمل أن يحسن. الله بيحب الإحسان وبيحب الإتقان. عم تدهن كتر خيرك، دهن ساوية بإتقان، عم تساوي لنا طاولة ساوية ساوية بإتقان، عم تعالج مريض عالج بساوي بإتقان، عم تترافع عن رجل مظلوم ترافع لكن ساوي بإتقان، عم تسوق سيارة سوق سيارة لكن جعلها بإتقان، وهكذا الإتقان هو الذي يرضي الله عز وجل. قال المروذي سمعت رجلا يقول للإمام أحمد بن حنبل إني في كفاية، يا إمام أنا الحمد لله عندي فلوس وعندي مصاري وما بحاجة للشغل. قال له إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على نفسك. لو في كفاية تصل أرحامك وتعود على نفسك بالخيرات. قال الإمام أحمد لأحد تلامذته استغني عن الناس فلم أرى مثل الغنى عن الناس. استغني عن الناس يعني بالعمل الجيد. سئل إبراهيم النخعي عن الرجل يترك التجارة ويقبل على الصلاة ورجل يشتغل بالتجارة أيهما أفضل؟ قال التاجر الأمين. ترك سعيد بن المسيب دنانير وقال اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي، لا خير في من لا يجمع المال فيقضي دينه ويصل رحمه ويكف به وجهه. قال سفيان ليس من حبك الدنيا أن تطلب فيها ما يصلحك. قال صالح سئل أبي يعني الإمام أحمد بن حنبل عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون، فقال هؤلاء مبتدعة، هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا. أيها الإخوة، العمل عندنا نحن المسلمين عبادة إذا حقق هذه الشروط الخمسة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يعملون لعمارة دينهم بطاعة الله وعمارة دنياهم بطاعة الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.